لو انت شايف انه يعني في كثير ناس جاي تشاهد الطبع ما صدقت انه في طبع فلسطيني، علما مش اول طبع يشاهد منطقه كفر مالك منطقه الشرقيه من رام الله، شاهدوا ناس وتم قتلهم لهذه الضاله اللي منتشره في الجبال في مناطق قريبه من مناطق سكنيه، هو مش متواجد قريب جدا بس في الليل يعني ما حدا شاهده قريب من المنازل الا انه يعني ممكن يتواجد لانه يعني مفترسه، معروف انه الجبال ما في حيوانات اللي هو يفترسها، فبيلجا بصير يقرب للمنازل حوالين الطور على اساس يلتقط فريسته لانه في الجبال منطقه خلل. كيف تتعاملوا معه في كل يوم؟ هسه انت شايف انه يعني هو محطوط بقفص محصن جدا مسكر منيح عليه، بنقدم له طعام يعني لحوم من جوع عند اللحام، ما تذكر من مواكب اللحم اياها، وانه يعني كثير من الناس في منطقه رام الله يشاهدوا للطبع. طبعا بقدم له العلاج لاجره المكسوره بس يعني بلشت تتشافى شوي.